الأستاذة سارة شريف الباحثة في الشأن الإسرائيلي. أستاذة سارة، مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. كنت لسه بتكلم دلوقتي، بنتكلم على الحادث اللي حصل على الحدود المصرية الإسرائيلية، وإنه المجند اللي بيقال إن اسمه محمد صلاح والصور بتاعته كمان اتنشرت، قتل، كان بيشوف في تجار مخدرات كانوا بيحاولوا يروحوا للجانب الآخر فحصل مطاردة فبالغلط قتل جنود. وطبعا أنت عارفة القصة كلها وعارفة الجانب الإسرائيلي قال إيه وعارفة السوشيال ميديا بتتناول الموضوع بشكل عامل ازاي، فانت شايفه الموضوع بشكل رؤيتك للموضوع ايه؟ لحد النهارده مفيش معلومات واضحه وموثقه على طبيعه الحادثه اللي حصلت وايه اللي حصل فيها. خلينا نقول ان احنا عندنا روايتين، الجانب المصري او الروايه المصريه بتقول ان حصل اشتباك عن طريق الخطا، وتم بعد الاشتباك ان الجندي المصري قتل جنديين وبعد كده قتل الجندي الثالث في اطلاق نار، وتم قتله على يد الجنود الاسرائيليين واصاب اثنين كمان. اصاب اثنين في الاول، وبعد 3 ساعات بالظبط حسب التسلسل الزمني ان بعد 3 ساعات كمان كان في الاصابه الثانيه. لما جت القوى الاسرائيليه بتدور عن مين اللي قتل الجنديين، فعن طريق الطياره بدون طيار قدروا يلاقوا مكانه على بعد 1.5 كيلو من منطقه الاشتباك الاول، وتم بدات المواجهه بينه وبينهم فاطلق عليهم النار، فهم اطلقوا عليه النار فاتقتل من عندهم الرقيب واتقتل الجندي المصري. الروايه الاسرائيليه بتميل اكثر بان الجندي المصري كان داخل بهدف يعمل عمليه محدده بدقه وانه كان مستعد ليها بدقه، وكانت التفاصيل الاسرائيليه اللي تم تناولها في الاعلام الاسرائيلي ان عمليه التهريب كانت الساعه 2:30 صباحا وانتهت الساعه 3 صباحا، في حين ان المواجهه الاولى ما بين الجندي المصري والجنديين الاسرائيليين كانت في حدود الساعه 6 صباحا، لان هم اخر اتصال تم ما بين قياده المنطقه الجنوبيه على الحدود من الجانب الاسرائيلي يعني، ومع الجندي والجنديه اللي هم قتلوا كانت الساعه 4 الصبح. ايوه 4 الصبح، والجندي والجنديه ردوا قالوا ان كل حاجه تمام. بعدها ابتدوا ما يردوش على الاتصالات من الساعه 6 الصبح، ابتدوا تحديدا ما يردوش على الاتصالات بتاعت القياده الجنوبيه، لان المعروف ان كل ساعه بيتم التواصل كل النهار. فهي من الساعه 6 ابتدوا يختفوا الجندي والجنديه ما بقوش يردوا. فطبيعي الدوريه تطلع تدور عليهم او تشوف ايه اللي حصل. بالظبط، وكان في اشاره من الجانب المصري بان في جندي مش موجود في المركز. يعني الجانب المصري بلغ الجانب الاسرائيلي، لان كل ده احنا الوضع كان المنطقه كبيره جدا، احنا بنتكلم حدود المصريه الاسرائيليه 240 كيلو، فمش كل النقط متغطيه بشكل كويس، ففي الغالب بيكون في تواصل ما بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي حوالين نقطتين، حوالين العمليات الجهاديين، حوالين تحركات الجهاديين وتحركات المهربين. المهربين المخدرات. بالظبط، مهربين المخدرات. كان في اشعار او انذار من الجانب المصري بان في جندي مصري مش موجود في مكانه. فهم خدوا الانذار وطبقوه مع الانذار الثاني اللي موجود ان هما مش لاقيين الجنديين اللي واقفين في الخدمه بتاعته. بالظبط كده، فطبقوه على الجندي والجنديه اللي هم مقتولين، فهنا فهموا ان في عمليه او في حاجه مش صح بتحصل، في حاجه مش مظبوطه، وما كانوش عارفين مين الفاعل مين. بداوا يمشطوا المنطقه بقوات بالطيارات بدون طيار، لقوا الجندي المصري كان مختبئ في نفس المكان، وابتدوا ساعتها دخلت القوه بالارض، قوه ارضيه والطياره بدون طيار اللي هي رفضت مكانه، وبدات المواجهه الثانيه وهو اطلق عليهم النار. لحد النهارده دوافع الجندي المصري للقيام بالعمليه مش واضح، ما صدرش حاجه رسمي من الجانب المصري. الجانب الاسرائيلي بيرجح اكتر لوجود المصحف ولوجود الحاجات دي ان هو عنده ميول او دوافع جهاديه، احنا لسه ما مش واضح عندنا اي معلومات موثقه في الموضوع ده، لكن هما الاستناد الاسرائيلي بيقول ان هو عمليه تهريب المخدرات كانت الساعه 2:30 ل 3 صباحا، العمليه الثانيه تمت الساعه 6 صباحا، فهو دخل بقصد مواجهه الاسرائيليين وليس بقصد العمليه الارهابيه، وفضل بعد العمليه بتاعت الساعه 6 الصبح مقتل الجنديين الاولانيين ان هو استنى ساعتين كمان او 3 كمان، لان هو فهم ان هو مش عارف يرجع لمكانه او مش عايز يرجع تاني الجانب المصري، لان هو لو رجع هيتم رصده، لان اوريدي هو فهم ان هو متاخر وعرف ان في ابلاغات، فهو كان موجود ومستني علشان ينفذ العمليه الثانيه. دي الروايه الاسرائيليه بالتسلسل الزمني. المشكله اللي بتواجهنا ان احنا ما عندناش التفاصيل، ما صدرش من الجانب المصري التفاصيل الدقيقه، لان هي تفاصيل اكتر هتظهر من الجانب الاسرائيلي، لان الموضوع على ارضهم.
هم اكتر عارفين ايه اللي حصل، وهم اللي رفضوا وعرفوا وعرفوا، وهم اللي مشطوا المنطقه. احنا كنا لا، هو البيان المصري بيقول ان كان في مهربين مخدرات فكان بيطاردهم فحصل اشتباك، فهو البيان المصري واضح. الجانب المصري واضح في الجانب الاولاني بان هو دخل ناحيه، دخل الحدود الاسرائيليه بغرض مطارده المهربين، لكن ايه اللي حصل جوه الاراضي الاسرائيليه هم دول بيعلنوا. طب واحنا كمان ايه اللي عرفنا ايه اللي حصل؟ ما ممكن يكون هو تهاجم، ممكن يكون هو اشتبكوا معاه فعلا، ممكن يكون حصل له اي حاجه فبيدافع عن نفسه. هو وفي حاجه تانية ممكن يكون هو وهو بي 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 يعني هو كان بيطارد المهربين في الظلام وفي الاراضي الوعره اللي موجوده جوه سينا، ما كانتش الامور واضحه بالنسبه له هو بيشتبك مع مين، كان في اطلاق ناره بالظبط. وخلي بالك ان في المنطقه دي تحديدا وحسب تقارير اسرائيليه كمان هم عارفين ان في اللي هو تبادل اطلاق النار العرضي. العرضي ده بمعنى ايه؟ بمعنى ان القوه المصريه ممكن تكون بتهاجم مهربين فتضرب نار على القوات الاسرائيليه بالغلط او قريب منها، او العكس صحيح ان القوه الاسرائيليه تكون بتضرب مهربين فيكون في ضرب بالقرب من نقط مصريه. التنسيق بين الجانبين بيحاول ان هو يصد الاشتباك ده عشان ما يحصلش اي ضرب نار بالغلط، ولكن احنا بنتكلم في نقط في مساحه كبيره جدا 240 كيلو مش كلها متغطيه بالنقط، موجود السياج الحدودي ده موجود ومش كله متغطي بالكاميرات، فتظل في اماكن انت مش بتبقي عارفه بالظبط ايه اللي حصل فيها. ودي مشكله. ساعات برضو بيكون في ساعات في بعض الاحيان بيكون في حركات استفزازيه من الجانب الاسرائيلي للجانب المصري، دي حاجات احنا بنسمعها، انا ما بتكلمش على الواقعه دي، بتكلم في العموم ان يعني ساعات بنسمع ان بيكون في حركات استفزازيه من الجنود الاسرائيليين للجنود المصريين. هقول لك على حاجه، كان في حاجات دعائيه، خلينا نقول مش استفزازيه، كان في فيديوهات عن الرقص المجندات من الجانب الاسرائيلي، دي كلها بتبقى الاغراض دعائيه اكتر وبيبقى الهدف منها ان احنا بنتكلم اكتر الامور جيده والامور هاديه وفي تضييع وفي سلام والحاجات اللي انت فاهماها، ولكن الجانب الاسرائيلي تحديدا على الحدود المصريه هو طول الوقت بيعتبر ان الحدود المصريه دي الحدود الاكثر امنا بالنسبه له، لان خلال ال 50 سنه اللي فاتت من توقيع اتفاقيه السلام ما كانش في اي حوادث فرديه بالنوع ده. فبالنسبه لاسرائيل، اسرائيل اللي عندها مواجهات في الجبهه الشماليه مع حزب الله ومع سوريا، وعندها مواجهات مع غزه، وعندها مواجهات في الضفه، فبالنسبه لها فالجانب المصري كان بالنسبه لها هو يعني اكثر امانا. طيب موقف نتنياهو السياسي داخل اسرائيل دلوقتي شكله عامل ازاي؟ نتنياهو كان بيستخدم الصيغه العاديه بتاعته في الخطابات اللي هي الاول انا دي حادثه صعبه وحادثه مش هتعدي ولازم نعرف اللي حصل وهنعمل تحقيق شامل، وبعد كده هو رجع استدرك الامر لان هو فاهم كويس قوي ان علاقته بمصر مهمه جدا لاسرائيل، ومهمه حتى لعلاقته بالفلسطينيين لان مصر هو الوسيط الاقوى والوسيط صاحب السيطره على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في حاله اي صراع، في حاله اي نشوب اي مواجهات، فاستدرك الكلام بان العلاقه ما بين مصر اقوى من انها تتاثر بحادثه زي دي. وهما الحديث على فكره بيدور، ودي الحقيقه ان هي حادثه عرضيه، يعني انت بتتكلمي على حادثه واحده في عدد سنين كتير، مفيش يعني ما تحول يعني الجانب المصري او الحدود المصريه ما تحولتش بالنسبه لاسرائيل لبؤره خطر زي الجبهه الشماليه. لكن بعد هذه الحادثه هيكون في ترتيبات جديده من داخل اسرائيل على كيفيه التعامل مع الحدود المصريه، وهيكون في ممكن يكونوا هيبتدوا يدفعوا بكتايب مدربه اكتر، لان خلي بالك الكتيبتين الموجودين كتيبتين المشاكل، ما هو البنت تقريبا كان عندها 19 سنه والمجند كان عنده 20 سنه او العكس، صغيرين يعني سنهم صغير غير السن الصغير، هما مش دي مش كتايب اللي هي تعتبر الكتايب الصفوه هناك، يعني كتيبه كراكال من الكتايب الضعيفه اللي هي يعني اللي مش بيروحها اللي هم يعني مش المجندين ذوي الخبره قوي، يعني هو بيعتمد ان دي منطقه كبيره. ما خلي بالك، ما هو المجند المصري برضو مش صاحب خبره قوي بالظبط، بس خلي بالك المدافع صغير بقى، هو 22 سنه صغير برضو. المشكله في المدافع ان المدافع ده اللي هو بيفضل قاعد طول الوقت وبيجيله الهجوم لحظه واحده بس، المهاجم بيهاجم في لحظه واحده، يعني تملي المدافع هو اللي بيبقى مسترخي لان هو بيبقى قاعد وقت طويل وبيبقى مش عارف الهجوم هيجيله امتى. مع تعاملهم مع الحدود المصريه بانها حدود هاديه، حتى بيتم تسميتها احيانا بانها النقطه الميته، يعني اللي هي ما فيهاش مشاكل غير بس مع المهربين بتاعت مهربين المخدرات. اعتقد ان الجانب الاسرائيلي هيبتدي يتعامل مع الحدود المصريه بشكل اكتر. الشارع الاسرائيلي شايف الحادثه دي ازاي او بيتعامل معاها ازاي؟ الشارع الاسرائيلي فيه صدمه طبعا، لان هو كان بيعتبر ان الجزء ده جزء بالنسبه له ما فيهوش مشاكل، فابتدى يبقى فيه مشاكل، ولكن في نفس الوقت الاسرائيليين معتادين على العمليات، يعني انت لما بغض النظر ان كل مره هم بيتعاملوا مع كل عمليه كانها اول عمليه واخر عمليه، لكن الشارع الاسرائيلي
في عدد الاصابات الكبيره خصوصا في الشهور اللي فاتت. هو معتاد على العمليات، هو ابتدى او اصبح معتاد على العمليات حتى داخل تل ابيب يعني. فعمليات بالنسبه للجنود الاسرائيلي بتبقى صادمه، ولكن الجمهور الاسرائيلي معتاد يعني، وحتى المجندين في كل مكان. احنا كل شهر او الشهور اللي فاتت كان في عمليات كثيره داخل تل ابيب وفي القدس وفي الضفه، فبالنسبه لهم هم يعني بالنسبه لهم ده شيء وضع شبه طبيعي، هم معتادين عليه. هي الصدمه ان هي مع الجانب المصري، اشتباك مع الجانب المصري. طيب وشايفه الاوضاع ممكن تنتهي ازاي، او الاوضاع ممكن تستقر مره اخرى بشكل عام ازاي؟ خليني اقول لك حاجه، العلاقات مع اسرائيل كانت متوتره خلال الفتره الاخيره اصلا، بس وليس لامور تتعلق بالحدود، هي يعني كانت امور تتعلق بدور الوساطه المصريه في التهدئه في الصراع الاخير او في المواجهه الاخيره مع غزه. أيوة. لان كان في شويه مناوشات بان تم اقرار وقف اطلاق النار، او تم الحديث عن وقف اطلاق النار، وبعد كده عملت اسرائيل بعمليه الاغتيال وبدات المواجهه مع الجهاد الاسلامي، فكان في بعض التوتر. الحادثه دي اعتقد ان هي هتزيد التوتر، ولكن هنرجع برضو لنفس النقطة بأن الجانبين سواء المصري أو الإسرائيلي ما عندهمش استعداد للدخول في دائرة صراع. هناك مصالح في المنطقة، هناك روابط في المنطقة. مصر مهمة جدا بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبالنسبة لاستقرار الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، فما فيش نية لدى الأطراف للتصعيد، بالعكس هي نية للتهدئة. أعتقد أن الحادثة هتكون يعني هتفتح ملف شكل التنسيق في المنطقه دي بين الجانبين هيكون عامل ازاي. ما اعتقدش ان الحادثه هتاثر، هي ممكن تعمل بعض التوتر ما بين الجانبين اللي هم اوريدي في بينهم توتر، ولكن ما اعتقدش ان هيكون في تداعيات كبيره على العلاقات ما بين مصر واسرائيل يعني. طيب الاستاذه ساره شريف المتخصصه في الشان الاسرائيلي بشكرك جدا. اخيرا عشان اقفل الملف ده، لما بيجي لنا معلومات بنتكلم، وبرضو بعد المكالمتين انا هلتزم بالبيان المصري وهقول ان هو بطل وهقول ان هو شهيد وهقول ان هو كان بيطارد مهربين المخدرات واشتبك مع الجنود الاسرائيليين، فانا هلتزم بالبيان المصري، فهو بالنسبه لي شهيد وبالنسبه لي بطل لحد ما يجي معلومات جديده من الجانب المصري. لو جه معلومات جديده من الجانب المصري هنناقشها، لو ما جاش وهو ده البيان اللي تم اصداره فانا هلتزم بالبيان، وهو بالنسبه لي بطل وهو بالنسبه لي شهيد الواجب وهيفضل كده. وزي ما قلت لحضراتكم الناس على السوشيال ميديا، كل الرواد على السوشيال ميديا سموه محمد صلاح فخر العرب الحقيقي، ودي حقيقة الحقيقة.